وانا بالمناسبة انا مش من الناس اللي ضد المهرجانات خالص يعني، ولا مع المهرجانات، انا مع انه ده لون مزيكا. ففي النهاية بقى في لون تاني يعرف يكسب، لون تاني ما يكسبش قوي، دي بقى الحدوتة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. هو ليه المهرجانات بالبلدي كده واكلة مع الناس اكتر مما تستحق؟ ده بقى وجهة نظري، اكتر مما تستحق بكتير. صدقني المزيكا عليها عامل كبير قوي، شكل الموسيقى ده له عامل كبير قوي. هدي لك ابسط مثال. في موزع موسيقي اسمه جلال حمداوي. حلو. جلال حمداوي اول ما ظهر في 2015 يمكن اول حاجه نجحت له يعني اغنيه انت معلم لسعد المجرد. وجلال ده دخل شكل موسيقي مختلف تماما عن كل الاشكال الموسيقيه اللي بنسمعها، واصوات جديده، اصوات كده الكترونيك وحاجات حاجات كلها مش المعتاد على، مش الاغنيه التقليديه اللي فيها جيتارات واللي فيها طبلة. هو موزع شاطر. موزع لا عارف يختار، في شطار كتير. حلو. وفي اساتذه كبار، انما مختلف مميز. تمام. زي ما عمل الاغنيه بتاعت حاتي مش تمام بتاعت رامي صبري. برافو عليك. فراح منطط رامي صبري ترند على طول. الله ينور. انت جبت الحدوته. فهنا بقت المزيكا عليها دور كبير جدا زيها زي الكلام واللحن. النهارده لما جلال حمداوي يعمل انت معلم ويعمل لرامي صبري حياتي مش تمام ويعمل وعمل لرامي قبلها اهد الدنيا، عمل حاجات كتير انا بس مش عارف اعد. هو يعني عمل حاجات كتير وما شاء الله ناجح، وهو مش عايش معانا يعني. هو الميزه كمان بقى ان جلال ده مثلا عايش في اوروبا والله وبيوزع من هناك ومكسر الدنيا هنا، فاهم؟ دي المفاجاه بقى يعني. لما يعني لما تعرفنا او اتكلمنا يعني اكتشفت انه قاعد في بلجيكا اصلا، ويعني المفروض حتى اللي بيبقى معانا ده بيبقى دارس السوق ومذاكر وعارف الناس عاوزه ايه. طب وارد ان ده سبب من اسباب النجاح بتاعت الراجل، انه الموهبه اكيد هي دور كبير، لكن هو ما بيسمع مزيكا مختلفه ومطلع على تطورات كتير بتحصل، فبيدي شيء مختلف وهو بيوزع فبينجح الشغل. طبعا يعني ما فيش شك ان هو اكيد واصل له حاجه سبقانة او مختلفه عننا، فعشان كده هو مختلف. ايه اللي حاصل في المهرجانات يا جيمي؟ بص احنا هنقول نغني يعني. اكيد انا مش قاعد مع احمد جمال عشان نقعد نتناقش كل النقاش الطويل ده. بس انا فعلا القصه شغلاني، ايه اللي حصل في المهرجانات؟ انت راجل من طنطا صح؟ يعني اكيد حضرت مولد السيد البدوي لما قلت يا كفا. طبعا. انا حضرت مولد السيده زينب وسيدنا الحسين لما قلت يا كفا. تمام. انا وانت اكيد ملاحظين ان البيت بتاع المهرجان ده البيت بتاع المولد بالبراسات بتاعته، ده بيت المولد. صح. حلو خالص. ايه الجديد يعني؟ لا ما هو كان بيرقصنا زمان. احنا بنسمع ده بقالنا النهارده 13-14 قرن. كان بيرقصنا زمان واحنا عيال صغيره وبنلعب. مش انت رحت المولد وشفت طبعاً المراجيح والعربيات كلنا صح؟ ركبنا الزقزوقه، كنا بنحب المزيكا دي تبقى شغاله واحنا صح كده؟ حلو. طول عمرها موجوده. ايه اللي هقول لك كلام. بص لا هقول لك حاجه، هي طول عمرها موجوده بس موجوده فين؟ في المولد، والمولد موجود في كل قريه. حلو. لا مش يعني مش كل المدن، طنطا مدينه بس لقت القاهره مدينه، لقت بقى اللي يطلعها على الوش ويبرزها ويعمل كده يخليها تطلع بقى للناس كلها. هي لقت وزي ما انت قلت، ما هو احنا اللي بنروح المولد انا وانت والناس اللي طالعين من بيت بسيط والناس اللي كل الناس اللي بتروح المولد صح كده، وكله بيعمل النادر صح كده. فاكيد كلنا ارتبطنا عاطفيا او ثقافيا طبعا من واحنا صغيرين، والمزيكا دي طبعا معلمه في وداننا يعني. فاكيد ليها جذور يعني. لو انت بتسال هي ليه عامله كده، ممكن اكيد ليها جذور. تمام. الى جانب انا رايي، انت لو تبص على الموضه مثلا هتلاقي البناطيل مثلا سنه كانت عامله كده من تحت شارلستون وبعدين راحوا منزلين البنطلون على ضيق وهترجع كمان 10 سنين توسع تاني وال10 سنين اللي بعدين هتبتدي تاني وشويه مش الموضه انها رايحه وجايه بتعيد نفسها صح كده. فاللي حاصل ايه؟ قد يكون الشكل ده من الموسيقى مثلا ما ظهرش من 20 سنه وجي وقته اوانه اللي يوصل فيه لقمة البتاع، وهيجي عليه وقت الناس هتبتدي تدريجيا تنسحب منه ويطلع لون جديد او شكل جديد وهكذا، وتدور الدايره تفضل
تقلب يعني، فاهم؟ زي العجلة كده.